ايه اللي محتاجاه الكرة الأفريقية لمنافسة الكرة الأوروبية؟ I can say proper أستطيع investments. أن أقول هو الاستثمار، We as المناسب. African countries, we have الدول الأفريقية to invest. يجب عليهم أن يستثمروا Talking على كل المستويات، من مستوى الحكومة حتى القطاع الخاص. الجميع يجب أن يستثمر. نظرنا إلى المغرب ومصر، لديكم قدرة على استثمار جيدة، والنتائج نراها الآن. المغرب الآن استطاعت أن تحسم المركز الرابع في كأس العالم، استطاعوا أن البنية التحتية، الاستادات، الأكاديميات، كل شيء، كل شيء في المغرب. لديهم كل اللاعبين، أفضل اللاعبين يأتون من الأكاديميات في المغرب. لذلك لا يوجد سحر، وإنما لا يجب علينا أن نستثمر في كرة القدم لنجد لنظهر بأفضل كرة قدم. جورج وايا كان آخر اللاعبين الأفارقة اللي خدوا أفضل لاعب في العالم، هل من الممكن أن نرى محمد صلاح، ساديو ماني، أوسيمين، أي من اللاعبين الأفارقة خلال الفترة القادمة، ولا بتعتقد أن هناك تحامل؟ البعض في أفريقيا يرى أن هناك تحامل على اللاعبين الأفارقة في هذا الأمر تحديداً. إذا سألتني، فمحمد صلاح كان قادرا هو على الفوز بأفضل لاعب في العالم منذ عدة سنوات، وبالنسبة لي هو الأفضل في قارة أفريقيا. كما قلت، أنا مشجع لليفربول، فبالتالي هو يؤدي بشكل رائع. كما رأينا أيضا لاعبين كسامويل إيتو كان قادرا على الفوز بها، ديدي دروغبا كان قادرا، أوباميانغ أيضا أدى بشكل رائع في أوروبا، ولكن أيضا رأينا جورج ويا قد أدى بشكل مذهل على المستويات الدولية في أوروبا. ولكن نرى الآن لاعب من ساحل العاج، اللاعب الشاب يلعب في منتخب ساحل العاج الآن، ويلعب الآن في إنجلترا، أدينجرا. هو أيضا بالنسبة للسنغال لدينا صار يلعب في توتنهام هوتسبير، فبالتالي لدينا الآن لدينا لاعبين رائعين لديهم القدرة على الظهور خلال السنوات القادمة. ولكن لسوء الحظ محمد صلاح، لا نرى محمد صلاح يعود ليكون أفضل لاعب في العالم، لأن مع الوقت هو يؤدي بشكل رائع، ولكن لدينا أيضا نحتاج للاعبين مثل ميسي ورونالدو. ولكن الآن لا يوجد اللاعبين في هذا المستوى مرة أخرى. محمد صلاح هو من أحد الأفضل في العالم، أحد أفضل ثلاث لاعبين في العالم. ربما بعد ميسي ورونالدو لدينا مسافة بعيدة عن أي لاعب ليصل لهذه المرتبة. ربما محمد صلاح سيكون الأفضل خلال الفترة القادمة في السنوات القادمة.